عشان نناقش الماكروسكوبيك اناتومي اوف سيريبلم، لانه السيريبلم بشكل عام لما ندرسه كاناتومي للاسف هو من المواضيع اللي بسرعه تنسى وما تشبك مع بعض بالمخ. ففي رول اوف ثري طلعنا لها لكم فورمولة البوش عشان نتذكر الماكروسكوبيك اناتومي اوف سيريبلم، كذا ممكن تسترجعوها بشكل اسهل. طيب ايش هي الرول اوف ثري؟ عندنا ثري زونز للسيريبلم، عندنا 3 anatomical loops، 3 embryological regions، 3 functional areas، وال embryological regions connected مع ال functional areas تقريبا هم نفس ال connections. عندنا 3 connections، connection between the cerebellum وال other regions اللي هم نسميهم peduncles. وآخر شيء عندنا 3 arteries supplying the cerebellum. طيب حنروح نشرح كل واحدة منهم، بعدين نرجع ونعمل مراجعة سريعة للرول اوف 3 اوف مايكروسكوبيك اناتومي اوف سيريبلم. طيب اول شيء عندنا we have three zones. طيب this is the cerebellum، عندنا right hemisphere left hemisphere وin the middle we have a structure called the vermis. يقدروا يقسموا السيريبلم الى three anatomical zones. الزونز هذه الفيرمس اللي هي في النص الموست ميديال، والهيمسفير we have lateral hemisphere وبينهم intermediate hemisphere أو paravermis. ف intermediate hemisphere أحيانا يسموها paravermis لأنها next to the vermis along with the lateral hemisphere most lateral والvermis in the most medial. فهدول three zones of cerebellum. عندنا as anatomical loops في الفيرمس بارافيرمس ولاترال هيمسفير، هذه شفناها كزونز. طيب اناتوميكال لوب نقدر نقسمها كانتيرير لوب ذا سمول وان، ذا لارجست بوستيرير لوب، اند لوب سيبريتد ذا باك مكونه من جزئين الفيوكلوس والنوديولز فسموها فلوكيولو نوديولار لوب. طيب عشان تقسيمه اللوبس هذه كيف طلعت بسبب انه في فيشرز، في تو امبورتنت فيشرز اللي هم البرايمري فيشر سيبريتنج الانتيرير والبوستيرير لوب، والبوستيرير لاترال فيشر سيبريتنج فلوكيو نودولار لوب مع البوستيرير لوب. ف these are the three anatomical loops of cerebellum. بعدها عندنا three embryological regions و three functional zones. فعندنا الفيرمس والبارافيرمس اللي هو انترميديت هيمسفيرز هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا الفيرست زون. اللاترال هيمسفيرز لحالهم هيكونوا السكند زون، واخر شيء الفلوكيولونودولار لوب هيكون زون لحاله اللي هي الثيرد زون. والزونز هذه الفانكشنال زونز جايين تقريبا من السيم امبريولوجيكال ريجنز، كل زون جايه من سبيسيفيك امبريولوجيكال ريجنز. فخلونا نشوفهم. عندنا زونز لوبيوز زي ما قلنا فيرمس مع الفارا فيرمس، لاترال هيمسفير زون لحاله، وفلوكلو نوديولار لوب هيكون زون لحاله. بعدها عندنا الامبريولوجيكال ريجنز، هنشوف الفانكشنال زونز والمين فانكشن اوف ايتش زون. بالنسبة للإمبريولوجيكال ريجنز عندنا ثلاثة إمبريولوجيكال ريجنز، باليو سيريبلم، نيو سيريبلم، وأركي سيريبلم. طيب بالنسبة للفانكشنال زون عندنا سباينو سيريبلم اللي هي كانت جاية من الفيرمس وبارافيرمس وكورسبوندينج تو باليو سيريبلم، عندنا سيريبرو سيريبلم this is corresponding to lateral hemispheres and embryologically from نيو سيريبلم، vestibulo cerebellum this coming from the floculo nodular loop and embryologically from the archi cerebellum. فعرفنا الزونز واللوبس، اللوبس some loops some zones جمعوا مع بعض عشان يسووا لنا embryological region، والembryological regions الثلاثة أعطونا ثلاثة functional zones. طيب إيش الفانكشن والمين فانكشن of each zone موجودة هنا؟ سباينو سيريبلم لها علاقة بالسباين، فهي مسؤولة عن الـ ongoing motor execution، يعني إذا نحن نبي نسوي movement معينة الـ execution حق الـ movement هذه هيكون by this functional zone spino cerebellum by الفيرمس والبارافيرمس.
بالنسبة للسيربرو سيريبلم فهي لها علاقة بالسيريبرم، فحتكون مع الموتر موفمنت بس مور ريليتد تو ذا بلاننج والكوردينيشن اوف موفمنت. كوردينيشن حيكون السيريبرم مع البيزل جانجليال والاذر بارتس ريليتد تو موفمنت، فالسيريبرو سيريبلم حيكون انفولد ان ذس اريا. اخر شيء عندنا الفيستيبولو سيريبلم، فمن اسمه فيستيبولو حيكون له علاقه بالفيستيبولار سيستم اوف ذا اير، فهو له علاقه بالبالانس والاي موفمنتس. بعدها عندنا 3 كونكشنز بديكلز اور بدنكلز. طيب نقدر نشوف على هذا الكروس سكشن، هنا عندنا الميد برين بونس وميدولا زي ما درسناهم قبل. ف تقريبا اغلبهم عند البونز الكونكشن مع السيريبلم في 3 بدنكلز، سوبيريور انفيريور وميدل. الميدل لحاله ابعد واحد و it is the largest، بعدين اثنين جنب بعض لهم السوبيريور وتحته الانفيريور بدنكلز. ف these بدنكلز نقدر نشوفهم بهذا الرسم، سوبيريور ميدل وانفيريور. وكمان عندنا 3 اجزاء بالبرين ستم صح، كانوا البرين برين البونز والميدلا. فحنقدر نتوقع ان السوبيريور له علاقه اكثر بالميد برين والسيريبرم اللي هو الهاير ارياز، الميدل حيكون له علاقه اكثر بالبونز، اما الانفيريور فحيكون له علاقه اكثر بالميدلا وسباينال كورد. طيب خلونا نلخصهم ونشوفهم. عندنا السوبيريور سيريبلر بدنكل، قلنا الكونكشن بين سيريبرم سيريبلم تو ذا ميد برين والكورتكس، وهو افرنت ذا ميجور افرنت باث واي اوف سيريبلم. بالنسبه للميدل والانفيرير هما موستلي افرنت باث واي. الميدل قلنا هاي كونكشن اوف ذا وذ ذا سيريبلم وذ ذا بونز و ات از ذا لارجست بلانكل، اما الانفيرير فهيكون ميدولا اند سباينال كورد. الانفيرير هو الوحيد اللي might contain both afferent and efferent pathway but mainly middle and inferior are mostly afferent و superior is mostly efferent. بعدها عندنا 3 arteries. طيب عندنا ال vertebral artery كان طالع، this is the first branch of the subclavian artery. For the two vertebral arteries بعد ما يعدوا السيرفايكل ريجن اوف ذا فيرتبرا والسباينال كورد حيجتمعوا مع بعض عشان يكونوا لنا البيزل ارتري، والبيزل ارتري حيروح عشان يكون لنا السيركل اوف ويلس. فالبيزل ارتري حيكون ماشي على البرين ستم زي ما نحن عارفين. طيب خلالها حيعطي 3 برانشز للسيريبلم، حيعطوا 3 برانشز ذوس 3 2 ارتريز. البرانشز مثلين واحد سوبيريور واثنين inferior. عندنا superior cerebellar artery واثنين inferior اللي هما anterior inferior cerebellar artery اختصاره ICA و posterior inferior cerebellar artery اللي اختصاره BICA. فالبايكا هذا طالع من vertebral artery بعدين اجتمعوا كونوا لنا basilar artery. basilar artery اعطانا ICA anterior inferior cerebellar artery، بعدين مشى واعطانا superior cerebellar artery. For these are the main three arteries of the cerebellum. طيب في سؤال كان يقول ليش cerebellar strokes are more commonly يا اما superior cerebellar artery او posterior inferior cerebellar artery، ليش مو common in three ways or ليش ما anterior inferior cerebellar artery is not very common؟ لانه majority of blood supply of cerebellum حيكون mainly by these two arteries اللي هو superior cerebellar artery والبايكه. اما الايكه حيكون little contribution. فاذا في cerebellar stroke we will suspect these two more commonly. طيب خلونا نلخص الارتريز ونشوف كيف جايين. قلنا superior cerebellar artery هو جاي من البيزل basilar artery supply superior half of the cerebellum superior والميدل بدنكلز ممكن يجي عن طريقهم وبارتس اوف ذا ميد برين اند ابر لاترال بونز. يعني شفتوا قديش البلاد سبلاي اوف ذا سوبيريور سيريبلر ارتري قديش كبيره.
بالنسبة للانتيرير انفيرير سيربيلر ارتي فهو كمان جاي باي بيزلر ارتي سبلاي اونلي سمول بارت اوف ذا انتيرير سيربيلم من اسمه انتيرير الميدل بندنكل كمان سمول بارت والجزء اللي ما غطاه السوبيريور سيربيلر ارتي من البونز اللي هو الانفيرير لاترال بونز بعدها عندنا البوستيرير انفيرير سيربيلر ارتري بايكا جاي من الفيرتيبرال ارتري سبلاي من اسمه انفيرير فذا انفيرير هاف اوف ذا سيربيلم انفيرير بدنكل واللاترال ميدولا ف ذيس ار ذا مين ارتريز اوف ذا سيربيلم مع الاوريجين والسبلاي طب بخصوص الفينز ايش الفينز اللي عندنا في السيربيلم The veins of the cerebellum will be draining the same, يعني the same arteries. فبعدهم حيروحوا هذول ال veins, cerebellar veins, into they will drain into transverse sinuses and superior petrosal sinuses, مثل ما درسنا dural sinuses بمحاضرة الهيد نك. طيب خلونا نراجع rule of three للmicroscopic anatomy of cerebellum. قلنا عندنا three zones: vermis intermediate hemisphere واللاترال هيمسفير عندنا 3 anatomical loops anterior posterior وفلوكينودورال loop قلنا البرايمري فيشر سبريت الانتيرير والبوستيرير والبوستيرير لاترال فيشر سبريت البوستيرير من الفلوكينودولار 3 embryological regions باليو سيريبلم نيو سيريبلم واركي سيريبلم 3 functional areas سباينو سيريبلم ongoing motor execution cerebro cerebellum motor planning و coordination اما الفيستيبيلو سيريبلم مسؤولة عن البالانس والايف موفمنت اللي هي كانت جاية من وين من الفلوكيلو نودولار لوب الكونكشن اور بيدنكلز عندنا كمان ثلاثة superior middle و inferior cerebellar بيدنكلز اخر شيء بالنسبة لل 3 arteries قلنا واحد superior و 2 inferior superior cerebellar artery anterior و posterior inferior cerebellar arteries وبكذا نكون خلصنا الماكروسكوبيك anatomy of the cerebellum